قصة إبداع جديدة لشاب البحرين تمثلت باختراع عدد من الثلاجات المتنقلة التي تعمل عن طريق الشاحن كالهواتف النقالة. الشاب محمود العرادي بطل هذه القصة تمكن من اختراع 5 أنواع من الثلاجات المتنقلة من خلال عمليات تدوير صديقة للبيئة. الزميلة أماني الخليفات لديها تفاصيل أكثر عن هذه القصة. رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تستلزم الذهاب لأراض جديدة، بل تستلزم الرؤية بعيون جديدة. ومن هنا تبدأ حكايتنا مع إبداع بطله شاب بحريني اسمه محمود العرادي، شاب تمكن من اختراع عدد من الثلاجات المتنقلة من خلال عملية إعادة تدوير لأدوات موجودة في منزله. ركزت على إعادة تدوير، إعادة تدوير ريسايكلينج ماتيريال، أعيد تدوير المواد من مواد غير صالحة للاستخدام إلى مواد خلاقة، إلى مواد تخدم المجتمع، إلى مواد تنمي موهبة الشاب. فحاولت أوصل المشروع إعادة التدوير إلى أرخص ما يكون، لأن الإنسان ما يقدر يقول أنا ما أقدر، هاي مكلف، هاي يحتاج فلوس، هاي يحتاج شيء. لا، كل شيء متوفر قدامك، اللهم جمع أفكارك. بدقة وحرفة عاليتين يستمتع العرادي بإنجاز وتطوير الأجهزة التي يصنعها من جراء عملية التدوير، حيث كانت البداية قبل 3 أعوام، واليوم في جعبة العرادي 5 أصناف من الثلاجات المتنقلة. هذه اللي هي إحدى الثمار، ثمار ريسايكلينج ماتيريال. كل المواد اللي فيها كانت مواد ما لها علاقة بالبروجكت. أحد المواد اللي داخلها أجهزة من الكمبيوتر تالف بالنسبة إلى الأشياء، بالنسبة إلى هذا الواير، واير مال هاتف غير صالح طبعا، واستخدمته. فحاولت، شفت بعض الفيديوهات، شفت تابعت بعض المواقع، فقلت أنا هذا مو بأفضل مني، ليش أنا ما أنافس هذه الدول، هذه الشركات العظيمة من طاولة صغيرة. لم يغفل العرادي عن العمل الإنساني خلال عمله في صناعة الثلاجات، ليخصص إحداها لمرضى السكر من الأطفال متفنناً في شكلها الخارجي. وصلت إلى نوع أخاطب فيه أطفال السكر، مينيفريج أو سميتها ميدكوفريج، صغيرة ينحط فيها الأدوية، ينحط فيها الأنسولين، الإبر حق الطفل، وشكلها كوميدي، شكلها فاني، حيث أن الطفل 5 سنوات، 4 سنوات، 6 سنوات يصادق هذا الشيء، يخليه يصادق هذا النوع من المرض، يكون يأخذ الإبرة، هو مضطر يأخذ الإبرة في كل الأحوال، فليش إحنا ما نخلي نقدم لهذا الإبرة بشكل جميل، قالب جميل. ولأن الأب دائما قدوة لأبنائه، يحرص العرادي على أن لا يلهي عمله عن أفراد أسرته والذين باتوا يستمتعون بمساعدته فيما يصنعه. أنا أحب أشوف البابا وهو يشتغل، وأحب أساعده، وأحب أتعلم منه، وإذا كبرت أبي أصير مثله. شغف العرادي بعمله لن يقف إلى هذا الحد، فالطموح والآمال أكبر بكثير مما توصل له، فبعد أن يطمئن على ما أنجز سيكون الرجل الآلي هو الإنجاز التالي. بركز على الرجل الآلي اللي بصنعه أنه يكون ذا طابع خليجي، ذا طابع عربي، في عادات، في تقاليد، لما يشارك في أي برنامج ما يكون غربي، يكون عربي، يكون هوية عربية. يعتبر اختراع العرادي الأول من نوعه عربيا، وتبقى العيون تترقب الوصول إلى العالمية يوما ما. إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات شباب البحرين المشرفة، فما بعد التحدي والإصرار والعمل الدؤوب إلا نجاح يستحق أن يرى النور. أماني الخليفات لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.